معاكم أخوكم أبو خليفة. أنا حالياً في الشارجة في أنصار مول. مفاجأة أنصار مول، استرجع نص مشترياتك. شوفوا معنا المفاجآت اللي تبرد القلب. لا تنسى تنزل أبليكيشن أنصار سمايل. إذا نزلت الأبليكيشن تحصل التفاح على درهمين و99، بدون الأبليكيشن ب3.5. نزله وخذ هذا العرض اعتباراً من 29.12. كيلو البصل ب99 فلس، وكيلو البطاط بدرهم و99، والطماط ب2.5 وشامل الضريبة. المحمصة في أنصار مول تختلف، والأسعار أيضاً تختلف. شوف هذا الفستق شحلاته ب36.99، وعندنا اللوز الأمريكي الحبة الكبيرة ب27.99 وشامل الضريبة. خصوماتنا مو بيوم ويومين، شهر كامل. زيت زيتون رحمة حبتين مع بعض 14.99 إذا نزلت التطبيق. عندنا من العروض الممتازة على عيش ملكي عالي الجودة XXL مع التطبيق وبدون التطبيق. مع التطبيق 24.99، نزل التطبيق أحسن لك. في أنصار توفر يعني توفر. عندنا كيلو وربع سكريم، السعر 12.99 مع التطبيق، بدون التطبيق 13.99. عندنا البياح حق المشي 8.99 مع التطبيق، بدون التطبيق 9.99. وعندنا سمك البلطي ب9.99 وشامل الضريبة. عندنا كيلوين ونص عصاير، في مانجو وفي برتقال، الكيلوين ونص هذا السعر عندنا ببلاش وشامل الضريبة. كل العروض اللي تشوفونها في أنصار مول في الشارجة، وفي ديرة وفي الكرامة في أنصار جاليري. شوف معانا عندنا المكنسة هذه، السعر كم؟ 189 درهم وشامل الضريبة. مكنسة ممتازة جدا وراقية. كل ما تحتاجه لبيتك لعيالك لأسرتك تحت سقف واحد في أنصار مول. شوف عندنا التلفزيون 43 بوصة ب699 وشامل الضريبة. أي نوع كمبيوتر تبغي متوفر عندنا. تبغي شيء رخيص؟ كمبيوتر دل سعره 1399 إذا نزلت التطبيق. قسم التليفونات واكسسوارات التليفونات ما شاء الله محل ضخم. وعندنا عرض على هذه السماعة من لينوفو، السعر 39 درهم وشامل الضريبة. أكبر صالة للعطورات في أنصار مول. شوف شو عندنا، عندنا عطر ديفيدوف الرجالي والنسائي. الحب الوحدة عندنا ب79 درهم إذا نزلت التطبيق، بدون التطبيق ب89. وعندنا خصومات وايد على العطورات. أنا في الطابق الثاني قسم الملابس، العرض هني خطير. فوق الخصومات يقول لك اشتر واسترجع نص مشترياتك، يعني إذا اشتريت ب200 درهم يعطونك كوبون مشتريات 100 درهم. الحق ما تلحق عليهم. أنصار مول في الشارجة وأنصار جاليري في دبي نفس العرض، ملابس أطفال، جاكيتات، كل اللي تبغيه. اشتر وكل اللي تشتريه تسترجع 50%، يعني اشتريت ب500 يعطونك 250 درهم كوبون مشتريات. شو تتريا؟ الحق ما تلحق. في أنصار مول وأنصار جاليري في دبي استرجع نص مشترياتك على قسم الأحذية، أحذية لجميع المناسبات، رياضية، رسمية، أطفال، كبار، صغار. إذا دفعت 100 نسترجع لك 50 درهم كوبون مشتريات، وإذا دفعت 1000 تسترجع 500 درهم كوبون مشتريات. الحق ما تلحق. في أنصار مول العروض مغرية جدا. فوق الخصومات يقول لك اشتر شنط سفر، شنط مدارس، شنط كشخة، أي شيء تبون من الشنط واسترجع نص القيمة، نص القيمة مشتريات. شو أكبر من هالعرض تبون؟ عرض مغري جدا. كل العروض اللي شفتوها في أنصار مول في الشارجة، وأيضا أنصار جاليري في دبي في الكرامة وفي ديرة، صناعة تركية وصناعة إيطالية الفخامة كلها، واسترجع نص مشترياتك. أي شيء تشتريه استرجع النص تراها، يعني عرض مغري. أي شيء تبغيه، خصومات مسوينها تصفية نهاية العام هذه، استرجع نص مشترياتك. أدوات منزلية، مكان طابق كامل، طابق كامل، مول كامل، بس أدوات منزلية تستمتع وانت تتسوق. تعال معنا في أنصار مول، شو تبغي موجود عندنا. حفلاتكم ورحلاتكم وكل شيء متكفلين فيها، وتسترجع نص مشترياتك. إذا اشتريت هذا نردك نص قيمته. شوف ما شاء الله كل اللي تبغي حق الباربيكيو والرحلات الخارجية متوفر. أسعار لا تقول بعد، خصومات وتسترجع نص المشتريات. استرجع نص مشترياتك. في وين؟ المفروشات، المفروشات لبيتك. شو تبغي؟ أثاث مصري، تركي، صيني، موديلات، على كيف كيفك. نص السعر يا جماعة، 50% تسترجع. شوف 13 نص السعر، 11 نص السعر، عندنا هذا 15 7.5، عندنا هذه الشغلات المرايات أيضا بنص السعر. كميات هائلة من الأثاث. المكان يا جماعة يستحق الزيارة. كل ما تحتاجه
تحت سقف واحد، في أنصار مول في الشارجة وأيضا أنصار جاليري في الكرامة، وفي ديرة مستعدين في زيارة لأنصار مول في الشارجة وأيضا أنصار جاليري في دبي في الكرامة، وفي ديرة ثريات، أي حجم ثريا تبغيه متوفر من أرخص سعر لأغلى سعر، واللي تشتريه نص نرجع لك فلوسه، نص نرجع لك كوبون تشتري لثاني أي شيء تبغي منه، سواء أثاث أو ثريات أو أدوات منزلية. ما شاء الله تبارك الله، غابه من الثريات اللي يحبها قلبك، بس تعال زورنا. صدق أو لا تصدق، في أنصار مول وأنصار جاليري في الكرامة وفي ديرة السجاد تبدأ الأسعار من 60 لغاية 5000، وادفع المبلغ واسترجع النص، يعني كل شيء بنص السعر، خصم فوق الخصومات، ادفع أي شيء تدفعه تسترجع النص. سجاد تركي وإيراني، وشوف ما شاء الله غابة من السجاد عندنا. تدخل أنصار مول وما تشتري مع هذه العروض، فوق العروض دفعت 200 وعطوني كوبون مشتريات واشتريت ب100، يا سلام، شغل بلاش، شغل بلاش في أنصار مول. يلا إلى اللقاء.